قبل 10 سنوات سرقت من صاحب بقالة وهو هندوس الديانة، وقد أغلق البقالة ورحل، فماذا أفعل؟ إذا كنت تعرفه أو تعرف عنوانه فإنه يجب عليك إيصال المال الذي أخذته إليه. إذا تعذر عليك معرفته وإيصال المبلغ إليه فإنك تتخلص منه بأن تضعه في مشروع أو تعطيه لمحتاج من باب التخلص من ذلك. نعم.